مرحبا بكم في لقاء جديد وفي درس جديد مع قسم العدد 10 اعداء صحيح طبيعي. كما راينا في تعاملنا مع الاعداد العشريه والتصرف فيها، راينا طبعا بعد تكوينها وتركيبها وجراءتها وكتابتها الى غير ذلك ومقارنتها، ثم العمليات الثلاث الاولى الجمع والضرب والضرب. اليوم سناتي الى درس القسمة في نطاق الأعداد العشرية، وسنبدأ بقسمة الأعداد العشرية على عدد صحيح طبيعي. طبعا هذا يدعم الدرس الذي أردتكم به ورقيه أرسلناه إليكم. إذا ننطلق من هذه الورقية التي تقول في إطار التوقي والحفظ الصحي، اشترى تاجر دنا، دن يعني برميل كبير، وعاء كبير من الكحول به 225 لترا، عبأ منه 55 قاروره دن، سعة الواحدة 0.75 لتر، وأفرغ الباقي في 15 صبيحة، والصبيحة أيضا هي وعاء كبير طبعا أصغر من الدن أو البرميل، الدن يعني برميل صغير. المطلوب أبحث عن سعة الصبيحة الواحدة، لا ننسى أن عدد الصبائح هو 15 صبيحة. طبعا كالعادة نمر إلى تحليل هذه الوضعية باستخراج المعطيات العددية ومذكورها اللفظي، ونبدأ بالعدد الأول 225 لترا هي كمية الكحول بالدم، ثم 55 عدد القوارير التي ملأها هذا التاجر كحولها، 0.75 لتر، السعة القارورة الواحدة 15 هو عدد الصفائح وليس عدد القوارير، عدد القوارير 55، عدد الصفائح التي أفرغ فيها باقي الكحول هو 15. طبعا المطلوب كما رأينا أن أبحث عن سعة الصفيحة الواحدة، سعة الصفيحة الواحدة، لذلك سنعتمد نفس التمشي وهو أن نبني تخطيطا للحل، نخطط للحل. التخطيط للحل ينطلق كما رأينا من أسفل، من المجهول نحو المعلوم. نبدأ بالمجهول، والمجهول هنا هو ما نبحث عنه، المجهول دائما هو ما نبحث عنه، وهو سعة الصفيحة الواحدة. في هذه الوضعية هذا هو المجهول الذي نبحث عنه. كيف نعرف ذلك؟ لابد نحتاج إلى معطيات أخرى. طبعا كما رأينا هذا هو مجهول، طبعا نبحث عن مجهول لا نبحث عن معلوم. قلت يتطلب معرفة أو اعتماد أمرين اثنين، معطيين اثنين. المعطى الأول هو كمية الكحول الباقية بعدما ملأ القوارير 55، بعدما ملأ 55 قارورة دم، نبحث عن كمية الكحول الباقية، ثم هذه الكمية أفرغها في 9 صفائح. إذا سنبدأ عندي سأقسم هذه أو سأوظف كمية الكحول الباقية مع عدد الصفائح، وسنرى ماذا سنفعل بهذين المعطيين. طيب كمية الكحول الباقية كيف نحصل عليها؟ هذا مجهول، عدد الصفائح معلوم، هذا معلوم، إذا لا يحتاج أن نبحث عنه، هذا مجهول، إذا طلبوا بحثا كيف نبحث عن هذا المجهول كمية الكحول الباقية؟ إذا نتطلب أمرين أو معطيين. المعطى الأول هي
كمية الكحول بالدم وسعته الغوامير كلها، يعني كمية الكحول في هذه القوارير مجتمعة، يعني كمية الكحول التي أفرغها في القوارير. طيب كمية الكحول في الدم هذا معلوم لا يتطلب بحثا. ما هو المجهول؟ سعة القوارير كلها. عندنا سعة القرارة الواحدة وعندنا عدد القوارير، إذا كيف نبحث عن سعة القوارير الكلية؟ كمية الكحول في القوارير الكلية بعملية مثلا عندي سعة القارورة الواحدة وعندي من جهة أخرى عدد القوارير، ولو نتأمل هذا معلوم مقدم في الوضعية وهذا أيضا معلوم. دائما العمل ينطلق من معلومات، نبحث عن مجاهيل، هذا مجهول، المعلومة يعطينا مجهولا، أو اثنين من المعلومات تعطينا مجهولا. طيب هنا ما هي العملية المناسبة؟ فرأينا هذا سعة القرارة الواحدة على القرارير، طبعا أقوم بعملية ضرب، عملية ضرب تعطينا سعة القرارير مجتمعة كلها. إذا المعطيات العددية هنا سعة القرارة الواحدة 0.75 متر، عدد القوارير 55 قارورة. إذا هذا يعطينا واحد وأربعون لترا فاصل 25. كمية الكحول بالدم معلوم 225 لتر. ما كيف أحصل على الكمية الباقية؟ طبعا عملية طرح نعم. طيب أقوم بعملية الطرح فأحصل على 183.75 لترا، لأن هذه كمية الكحول الباقية. ماذا نفعل بهذه الكمية؟ وماذا فعل التاجر بهذه الكمية من الكحول؟ أفرغها في كم؟ في 15 صفيحة. أفرغها خمسة الصفيحة الأولى الثانية 15 صفيحة. إذن العملية ما هي؟ هل هي جمع؟ هل هي طرح؟ هل هي ضرب؟ إنها عملية قسمة. نعم عملية قسمة، قسم هذه الكمية على 15 صفيحة، والصفيحة كما قلت هي وعاء أكبر من القارورة وأصغر من الدم. طيب إذا العملية الآن والصعوبة الآن هي أن أقسم هذا العدد العشري على عدد صحيح طبيعي. هذا هو الصعوبة أو جوهر درسنا. إذا عندما أقوم بهذه العملية أنجز العملية بصفة عادية 183.75 سأقسمها على 15. أقوم بعملية القسمة كما نعرفها. إذا القسم يتكون من رقمين، آخذ رقمين من المقسوم، 18 على 15 يساوي 1، 1 في 5 يساوي 5، 1 في 1 يساوي 1، أنجز عملية الطرح، 8 إلى 5 يساوي 3، 0 1 إلى 1 يساوي 0، أنزل الثلاثة 33.
خارج القسمة. هذا مهم جدا. إذا قبل أن أنزل السبعة وهي في الجزء العشري أضع فاصلة في خارج القسمة ثم أواصل العملية. إذا أنزل السبعة تصبح عندي 37. 37 على 15 يساوي 2. 2 في 15 2 في 1. 2 مع 1 يساوي 3. أنجز عملية الطرح كالعادة. 7 إلى 0 يساوي 7. 3 إلى 3 يساوي 0. ثم أخيرا أنزل الخمسة أواصل لها. أحتاج إلى فاصلة أخرى. 75 على 15 يساوي 5. 5 في 5 25. ثم 5 في 1 يساوي 5 مع 2 يساوي 7. أنجز عملية الطرح 5 إلى 5 يساوي 0. 7 إلا 7 يساوي 0. فتكون النتيجة 12.25. هذا خارج القسمة وهو سعة الصفيحة الواحدة التي نبحث عنها. طيب هنا صعوبة كما رأينا في قسمة العدد العشري على عدد سائق طبيعي ورأينا كيف أو متى نضع الفاصلة هنا. إذا خارج القسمة أيضا عدد عشري المقسوم عدد عشري القاسم عدد السائق الطبيعي. خارج القسمة عدد عشري. انتبهوا قد يمكن أن نجد بعض الصعوبة إذا وجدت أسفار في وسط العدد، ولكن كما تعرفون أقوم بالعملية عندما أصل إلى الفاصلة أضع الفاصلة بخارج القسمة. إذا تكون النتيجة النهائية سعة الصفيحة الواحدة وهو المجرور الأخير هنا 12.25 لتر، كل صفيحة ملأها ب 12 لتر فاصل 25. أرجو أن تكونوا قد تمكنتم من آلية القسمة أو قسمة عدد عشري على عدد صحيح طبيعي، طبعا بالتدريب